طيب regulation. انا عندي هون عندنا هون ترانسفورمر حطه كبلوك، وانا عارف في داخل الترانسفورمر في عندي اكس ايكوفالنت وار ايكوفالنت. هاي عندي هون السورس او جنريتر، هون عندنا اللود. المشكله الاساسيه الموجوده في شغله الريجيليشن انه انا عمالي بسحب كرنتس مختلفه في اوقات مختلفه، ما بقدر اضمن دائما انه اللود هذا راح يسحب. زي مثلا امتى الذروه بتتوقع راح تكون فترة الذروة في سحب الكرنت وسحب اللودز مثلا؟ ممكن الصبح مثلا الساعة 7 لما الناس يصحوا، ممكن بالشتاء الساعة 5 لما يكون الناس يروحوا مثلا يشغلوا كثير من الأجهزة والهاي، هاي بتكون فترة الذروة. فاللي بيكون مثلا بمركز التحكم الوطني أو بمحطة التوليد بتطلع بلاقي مثلا زاد اللود مثلا وصل 3.8 جيجا وات مثلا، بصير عالي جدا لهذا، فبصير سحب الكرنت كبير. لما يصير سحب الكرنت كثير ايش بصير بالفولتج دروب هون؟ بزيد. شو بصير بالفولتج اللي واصل هون؟ بنزل. رحنا على وقت ثاني الساعه 3 الصبح اللود قليل، ايش بصير بالكرنت اللي احنا ساحبينه هون؟ بقل. لما يقل الكرنت بقل الفولتج اللي موجود هون، لما يقل الفولتج اللي موجود هون ايش بصير بالفولتج اللي هون؟ بصير اقل. كيف نحلها هاي؟ كيف حلها؟ مشكله مزبوط؟ يعني انت راح تيجي مثلا الساعه 5 المساء تطلع تقيس الفولتج عندك بالبيت، يمكن تلاقي الفولتج عندك مثلا 215 فولت RMS ما بهمكاش انت الفيز انجل. وجيت مثلا الساعة 3 الصبح وقست ولقيت الفولتج فرضا 240، هاي ارقام من عندي انا حطيتها، مش هاي مشكلة؟ هاي اسمها الريجوليشن. شو اللي كيف ممكن احسن من هاي الريجوليشن، اخففها، اخفف مشكلة الريجوليشن هاي؟ ايش اللي سببها؟ هذا الفولتج دروب. هلا الشركة، نفترض الشركة عمالة بتولد مثلا او بتوصل لك عند النقطة هاي 240، ايش سبب الاختلاف انه كان هو 240 وهون صار 215؟ زاد اللود. كيف ممكن اخفف من هذا الاختلاف؟ انا عندي مشكله، رحت على مكان معين وطلعت ولقيت الفولتج عم بنزل كثير خلال فتره الذروه، بدي احاول اخفف من هذا، ايش بقدر اغير؟ مقاومه ايش؟ تبعت السيريز اللي هي تبعت المحول او الخط. فاحد الطرق اني احاول احسن اخفف، لو خفت هاي المقاومه حتى لو اللود. طبعا في حل ثاني اني امنع الناس يسحبوا او احطهم على خط ثاني، بس انا اذا بقدرش امنعهم يسحبوا شو بدي اعمل؟ بدي احاول انزل هاي المقاومه اللي موجوده، هاي اللي عم باله بصير عليها الفولتج دروب. وانتبه الفولتج دروب سببه الاثنين الار والاكس. اوكي، مش بس الار، الار بيستهلك طاقه، بس الفولتج دروب بسببه على الاثنين منهم. اذا بنعرف هون الفولتج ريجيليشن، هلا هون بنعرف فولتج ريجيليشن بس للترانسفورمر. فالفولتج ريجيليشن بده يساوي الفولتج على السكندري ات نو لود. ايش نو لود؟ يعني مش ساحب كرنت، الكرنت هون زيرو، يعني بقول نو لود انه مش ساحب، ناقص الفولتج على السكندري ات فول لود على يعني لو كان مثلا الفولتج ات سكندري ات نو لود مثلا 240 والفولتج ات سكندري ات فول لود 215 والفولتج ات سكندري فول لود 215، معناها قديش بكون الريجيليشن؟ 240 ناقص 215 25 على 215 ملي بالمية، تقريبا اكثر شوي من 10%، مش هيك؟ يمكن 12. هذا طبعا سيء، تغير عالي عماله بصير بالريجليشن، تغير كبير بالفولتج، هذا سيء طبعا لانه ممكن يخرب الاجهزه. فممكن تيجي الشركه مثلا هلا ترفع الفولتج هون حتى تعوض، ايش المشكله بتصير؟ لا مش هاي المشكله الرئيسيه. ما بتحمل ايمتى ما بتحمل؟ بفتره الاوف بيك، بالليل. اوف بيك راح يلاقي الفولتج ارتفع عنده ل 260 يمكن، تخرب له الاجهزه. اوكي، اذا عندنا مشكله، مش هيك؟ هاي مشكله الريجليشن هون، بدنا نحاول نحسن هاي مشكله الريجليشن، بس على الاقل نقدر نقيسها. هلا هذا فولتج ريجليشن مش للشركه ككل، هذا بس للمحول هذا، لاني عمالي بقارن النقطه هاي مع النقطه هاي، وعمالي بقول الفولتج ريجليشن بالحاله هاي حوالي 12%. ممكن كمان اقيسه بطرق مختلفه، وممكن اجي اقول تعريف ثاني للفولتج ريجليشن، في بي على اي ناقص في اس فول لود في اس فول لود 100%. فبدال ما احط هون في اس نو لود
فرضت انه في اس نو لود هي نفسها البرايمري فولتج، لانه لما يكون نو لود فيش فولتج دروب هون، ففي اس نو لود هي نفسها في بي، بس في بي على ايه، فعمالي بعمل ريفيرال لمين؟ للسكندري. اوكي، اللي هي في بي على ايه. وفي تعريف ثالث ممكن احول كل شيء بير يونت، في بي بير يونت ماينس في اس فول لود بير يونت. فلما بعمل بير يونت ما بضطر اقسم هون على في اس فول لود بير يونت. هذول التعريفات هي نفس، رح تعطيني نفس الرقم بالثلاث حالات، هذا رح يعطيني نفس الرقم نفس الرقم. هون كل اللي عملته بدل ما اخذ في اس نو لود اعتبرت انه في اس نو لود رح تكون هي نفسها في بي، وفي بي بس قسمت في بي على ايه عشان اقدر اطرح هذول الاثنين من بعض، لانه ما لهاش معنى اني اطرح في بي من في اس وهذه موجوده في دائره وهي موجوده في دائره ثانيه، ممكن تكون هاي 8000 وهي 240، ما لها معنى اني اطرحهم الاثنين من بعض، بدي اشوف ال 8000 هاي شو كانت تنشئ، فلو قسمت ال 8000 على ايه تعطيني شيء قريب من 240، فبقدر اطرح الاثنين من بعض. اخر شيء راح احكي عن التابينج، والمره الجايه بنحل المثال 2.